بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وأنعم وتفضل وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس أو المجلس 24 من مجالس قراءة وشرح كتاب صحيح مسلم للإمام النووي المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رضي الله تعالى عنهما ورحمهما الله تعالى. ولا زلنا في مقدمة الإمام مسلم على هذا السفر العظيم. وفي هذا الفصل يتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى في فصل لطيف في ضبط بعض الأسماء المشتبهة والتي يكثر تكرارها وتتكرر في صحيحي البخاري ومسلم، والتي تكتب بنفس الشكل إلا أن اللفظ مختلف، مثل يسار وبشار يكتبان بنفس الصيغة ولكن اللفظ مختلف، ومثل يزيد وبريد وغير هذا من الأسماء التي ضبطها كلها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو الفصل قبل الأخير في هذه المقدمة الرائعة المليئة علما وحكمة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة. فمن ذلك أبي كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، كما ذكرتها أبي، إلا آبي اللحم. أبي من الإباء، وآبي من الرفض، أبى شيئاً إذا رفضه. وكان هذا الرجل كأنه نباتي، أو أحد الرواة كان لا يأكل اللحم فكان يسمى آبي اللحم، فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء مخففة، لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل لا يأكل ما ذبح على الأصنام. حقيقة هذا القول الثاني ضعيف، لأن كل مسلم مأمور ألا يأكل ما ذبح على النصب، ولهذا كأنه كان لا يحب أكل اللحم فسمي بآبي اللحم. ومنه البراء، كله مخفف الراء، إلا أبا معشان البراء وأبا العالية البراء، فبالتشديد وكله ممدود، يعني براء أو براء. ومنه يزيد، كله بالمثنى، بالمثنى يعني طبعا من تحت، لأنه نعرف وإحنا حكينا أكثر من مرة الكلام كان يكتب بلا حروف، فإذا أراد أن يفرق بين التاء والباء فيقول موحدة أو مثنى، إذا أراد أن يفرق بين الباء والياء والثاء نفس الشكل، لكن الثاء يقول مثلثة والياء والتاء يقول مثنى والباء موحدة. لكن ما الفرق بين التاء والياء؟ يقول من فوق ومن تحت. ولهذا قال إمامنا النووي: ومنه يزيد كله بالمثنات من تحت، يعني ياء، والزاي
إلا ثلاثة، أحدهم بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة بضم الباء، طبعا هو قال موحدة بضم الباء، لأن طبعا لما يكون بضم الموحدة ويقصد بها الباء، وبالراء المفتوحة. والثاني محمد ابن عرعرة ابن البرند، برند بكسر الباء والراء بالموحدة والراء المكسورتين، وقيل بفتحهما برند ثم نون. قال والثالث علي بن هاشم ابن البريد بفتح الموحدة يعني الباء وكسر الراء بريد ثم مثنى من تحت، مثنى من تحت كما ذكرنا هي الياء. ومنه يسار كله بالمثنات من تحت، والسين المهملة، السين المهملة ما لها نقاط، إذا كانت معجمة فهي شين. قال إلا محمد ابن بشار شيخهما يعني شيخ البخاري ومسلم، فإنه بالموحدة ثم المعجمة، موحدة باء ومعجمة شين. وفيهما أي في الصحيحين سيار غير يسار، سيار ابن سلامة وابن أبي سيار بتقديم السين. قال ومنه بشر، بشر من البشارة والبشرى، ويعني الاستبشار الوجه اللطيف الحسن. قال ومنه بشر كله بكسر الموحدة يعني الباء وبالشين المعجمة إلا أربعة، فبالضم والمهملة، ضم بدل بشر بو، بو بضم الباء، والمهملة سين عبد الله ابن بسر الصحابي، وبسر ابن سعيد، وبسر ابن عبيد الله، وبسر ابن محجن، وقيل هذا بالمعجمة يعني بشر. ومنه بشير، بشير كله بفتح الموحدة يعني الباء، الموحدة بدنا نحفظها هذه، موحدة الباء. قال وكسر الشين المعجمة بشير إلا اثنين فبالضم وفتح الشين، وهما بشير بن كعب وبشير ابن يسار، وإلا ثالثا فبضم المثنى وفتح السين يسير من اليسر يسير. قال بفتح المثنى وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمرو، ويقال أسير، ورابعا بضم النون وفتح المهملة لتصغير نسر نسير، وهو قطن بن نسير، قطن ابن نسير. ومنه حارثة كله بالحاء والمثلثة، المثلثة يعني ثاء، حارثة بالحاء والمثلثة إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية، فبالجيم والمثنى بدل الحاء جيم، وبدل المثلثة مثنى من تحت جارية. ومنه جرير كله بالجيم والراء المكررة إلا حريز ابن عثمان وأبا حريز عبد الله ابن الحسين الراوي عن عكرمة، فبالحاء والزاي آخرا. ويقاربه حدير أو حدير بالحاء والدال، والد عمران ابن حدير ووالد زيد وزياد. ومنه حازم كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد ابن جازم بالجيم فبالمعجمة. ومنه حبيب كله بالحاء المهملة، فيش نقاط، حاء، إلا خبيب ابن عدي، خبيب ابن عدي الصحابي الذي كان في سرية عاصم ابن ثابت، والذي أسرته اشترته قريش وقتلته، قصته مشهورة في السيرة. قال إلا خبيب ابن عدي وخبيب ابن عبد الرحمن وخبيبا غير منسوب،
يعني روى عن حفص بن عاصم اسمه خبيب بدون ما يذكره، وخبيبا غير منسوب عن حفص بن عاصم، وخبيبا كنية ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، فبضم المعجمة خبيب، معجمة من فوق طبعا، معجمة موحدة من فوق على أساس أن المعجمة من تحت جيم. ومنه حيان كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا خباب ابن منقذ، والد واسع ابن خباب، وجد محمد ابن يحيى ابن خباب، وجد خباب ابن واسع ابن خباب، وإلا خباب ابن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم، فبالموحدة وفتح الخاء خاء، وإلا حبان، حبان ابن العرقة، وحبان ابن عطية، وحبان ابن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك، فبالموحدة وكسر الحاء. ومنه خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي، ربعي ابن خراش، فبالمهملة حراش، خراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي، فبالمهملة يعني حراش. ومنه حرام في قريش بالزاي، عفوا حرام، عفوا، ومنه حزام، حزام في قريش بالزاي، حزام في قريش بالزاي، وفي الأنصار بالراء حرام، يعني إذا تكرر هذا الاسم الأنصار يسمون حرام، وقريش تسمي حزام، حكيم ابن حزام مكي قرشي. ومنه حصين كله بضم الحاء حو وفتح الصاد حصين، المهملتين، مهملتين ما في نقاط، يعني ليست ضاد وليست خاء، المهملتين إلا أبا حصين، إلا أبا حصين عثمان ابن عاصم فبالفتح، وإلا أبا ساسان حضين بالضاد، وإلا أبا ساسان حضين ابن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه. ومنه حكيم كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم ابن عبد الله وزريق ابن حكيم فبالضم وفتح الكاف حك حكيم. ومنه رباح، رباح في بعض الأسماء رياح بكسر الراء والياء وليس بالباء، قال ومنه رباح كله بالموحدة، بالموحدة نقطة واحدة يعني باء، إلا زياد ابن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثنات من تحت يعني ياء عند الأكثرين، وقاله البخاري بالوجهين رياح ورباح المثنى والموحدة. ومنه زبيد، ومنه زبيد بضم الزاي وفتح الموحدة، الموحدة يعني إيش؟ يعني الباء وفتح الموحدة ثم مثنى ياء، يعني هو زبيد ابن الحارث ليس فيهما غيره. وأما في واحد ثاني اسمه زويد، وأما زويد بضم الزاي وكسرها، هنالك وجه آخر زييد وبمثنات مكررة يعني ياء ياءين، مكررة يعني ياءين، فهو زييد أو زييد ابن الصلت في الموطأ وليس له ذكر فيهما، يعني زييد وزويد لم يرد في الصحيحين، لكن زويد ابن الصلت جاء في الموطأ. وما اسمه زبيد؟ اسمه زييد
أو زويد، ومنه الزبير كله بضم الزاي، إلا عبد الرحمن ابن الزبير، عبد الرحمن ابن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة أو رفاعة، فبالفتح زبير. ومنه زياد، زياد معروف كله بالياء، إلا أبا الزناد، زناد وزياد نفس الشكل، لكن الزناد النقطة من فوق موحدة من فوق، والأغلب أنه زياد، إلا أبا الزياد، أبا الزناد عفوا، أبا الزناد فبالنون. ومنه سالم كله بالألف، سالم كله بالألف، ويقاربه سلم بالفتحة، سلم ابن زرير، عفوا سلم ابن زرير، سلم ابن زرير بفتح الزاي، وسلم ابن قتيبة، وسلم ابن أبي الذيال، وسلم ابن عبد الرحمن فبحذفها أي حذف الألف. ومنه سريج بالمهملة، سين مهملة يعني ما في نقاط، والجيم آخره، سريج ابن يونس وابن النعمان، سريج ابن يونس وسريج ابن النعمان، وأحمد ابن أبي سريج، ومن عداهم فبالمعجمة والحاء، شريح، والقاضي مش سريج، شريح. قال من عداهم فبالمعجمة والحاء. ومنهم سلمة كله بفتح اللام، إلا عمرو ابن سلمة، سلمة إمام قومه، وبني سلمة القبيلة من الأنصار، بني سلمة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، منهم بني سلمة، قال من الأنصار فبكسرها، وفي عبد الخالق ابن سلمة أحد الرواة وجهان، عبد الخالق فيه سلمة، جاء فيه سلمة وجاء فيه سلمة. ومنه سليمان كله بالياء، إلا سلمان الفارسي، ما نقول سليمان الفارسي، هو سلمان. قال ومنه سليمان، كل الرواة الذين جاءوا بهذا الاسم اسمهم سليمان إلا سلمان الفارسي وابن عامر، سلمان ابن عامر وسلمان الأغر وعبد الرحمن ابن سلمان فبحذفها أي حذف الياء. ومنه سلام كله بالتشديد، سلام، إلا عبد الله ابن سلام صحابي اللي كان حبر من أحبار اليهود وأسلم، وقصته في السيرة معروفة في طريقة إسلامه وكيف يعني امتحن اليهود الله عز وجل، ابتلى اليهود به عندما امتدحوه، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم سلهم، سل اليهود عني، ما تقولون في عبد الله ابن سلام؟ قالوا هو حبرنا وعالمنا وابن حبرنا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال هذا أكذب القوم وهو كذا وكذا، وقلبوا عليه. المهم كل ما ورد من الرواة سلام إلا عبد الله ابن سلام الصحابي، ومحمد ابن سلام شيخ البخاري، وإن كان هناك جماعة قال النووي وشدد جماعة شيخ البخاري سلام، قال ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين والمختار الذي قاله المحققون التخفيف. قال ومنه سليم كله بضم السين، إلا سليم ابن حيان فبفتحها. قال ومنه شيبان، شيبان كله بالشين المعجمة وبعدها ياء ثم باء، ويقاربه سنان، في شيبان وفي سنان، سنان ابن أبي سنان، وسنان ابن ربيعة، وسنان ابن سلمة، وأحمد ابن سنان، وأبو سنان ضرار، وأم سنان، وكلهم بالمهملة بعدها نون. ومنه عباد كله بالفتح، بفتح العين وبالتشديد،
تشديد الباء عباد، إلا قيس بن عباد، عباد بالتخفيف، فبالضم والتخفيف، ومنه عبادة كله بالضم، إلا محمد ابن عبادة. لاحظوا دقة المحدثين في ضبط الأسماء، قال عبادة كله بالضم إلا محمد ابن عبادة شيخ البخاري فبالفتح، ومنه عبدة كله بإسكان الباء، عبدة كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة، عامر بن عبدة وبجالة ابن عبدة، ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر، عبدة. ومنه عبيد، عبيد كله بضم العين، ومنه عبيدة كله بالضم إلا السلماني وابن سفيان وابن حميد وعامر ابن عبيدة، عبيدة وليس عبيدة فبالفتح. ومنه عقيل بفتح العين، عقيل كله بفتح العين إلا عقيل ابن خالد، ويأتي كثيرا عن الزهري غير منسوب، ويأتي غير منسوب، وإلا يحيى ابن عقيل وبني عقيل فبالضم. ومنه عمارة كله بضم العين، عمارة ما في عمارة ولا عمارة، كله عمارة فبضم العين. قال ومنه واقد كله بالقاف، ما في وافد، وإن ورد يرد هناك واقد ووافد نفس الاسم، لكن ما ورد في المحدثين كله واقد بالقاف. وأما الأنساب فمنها الأيلي، الأيلي ولا الإيلي؟ لا، أي الأيلي يعني أيلة، الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنى الياء يعني، ولا يرد علينا شيبان ابن فروخ الأبلي، الأبلي عفوا، شيبان ابن فروخ الأبلي بضم الهمزة وبالموحدة أبلي شيخ مسلم، لأنه لم يرد منسوبا. هو كان مسلم لما يروي عن شيبان يقول حدثني شيبان ابن فروخ، لكن هذا شيبان ابن فروخ شيخ مسلم هو أبلي، قال بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم، قال فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوبا، يعني ما نسبه إلى قبيلته. ومنه البصري والبصري كله بالموحدة، باء مفتوحة ومكسورة لهجتين، نسبة إلى البصرة إلا مالك ابن أوس ابن الحدثان النصري، مش بصري، نصري بالنون، وإلا عبد الواحد النصري، وسالما مولى النصريين فبالنون. ومنها الثوري كله بالمثلثة ثاء، إلا أبا يعلى محمد ابن الصلت التوزي، توزي مش ثوري، فبالمثناة فوق تاء وتشديد الواو المفتوحة توزي وبالزاي. ومنها الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء جريري، إلا يحيى ابن بشر شيخ، إلا يحيى ابن بشر شيخهما فبالحاء حريري، حريري والعائلة إلى الآن موجود، عائلة الحريري نسبة إلى الحرير، عائلة الحريري موجودة من أكبر عوائل بلاد الشام. قال شيخ البخاري ومسلم الحريري، قال ومنها الحارثي فبالمهملة حاء والمثلثة، ويقاربه سعيد الجاري بالجيم، بالجيم وبعد الراء ياء، جاري مشددة جاري. ومنها الحزامي كله بالزاي، كله بالزاي. وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر
كان لي على فلان الحازمي، قيل بالزاي حازمي، وقيل بالراء الحارمي، وقيل الجذامي بالجيم والذال المعجمة، ومنها السلمي في الأنصار بفتح السين، سلمي في الأنصار، سلمي بفتح السين، وفي بني سليم بضمها، ومنها الهمداني كله بإسكان الميم، همداني. طبعا هناك أخطاء، ولهذا يقال في بالهم عندما تذكر الشاعر سيف الدولة يقولون الحمداني، لا، هي أصلها حمدان، حمداني، وهنا حمد همداني وليس همداني، قال فبإسكان الميم همداني وبالدال المهملة. قال إمامنا النووي رحمه الله تعالى: فهذه ألفاظ نافعة في المؤتلف والمختلف، وأما المفردات فلا تنحصر، كثيرة كثيرة جدا، وستأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى مبينة. وكذلك نذكر هذا المؤتلف، يعني هذه الألفاظ التي ذكرها كل ما ورد لفظ منها في أثناء صحيح مسلم ينبه عليه الإمام النووي، لكن هو أعطانا إياها في المقدمة لزيادة الفائدة. قال: وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه إن شاء الله تعالى مختصرا احتياطا وتسهيلا. هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وأن يبارك لنا في أبداننا وفي ذرياتنا وفي أزواجنا وفي أبنائنا وفيما وهبنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام، يا الله يا كريم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أيدهم، اللهم أمدهم بملائكتك، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم ارم عنهم، اللهم ارم عنهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، ووحد جمعهم، واجمع كلمتهم برحمتك يا الله يا كريم. اللهم ألهمهم الصبر، اللهم ألهمهم الصبر، اللهم عوضهم عما فقدوه، اللهم عوضهم عما فقدوه من أحبابهم ومن ما فقد من مبانيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم أعداءهم، اللهم اقسم أعداءهم، اللهم اجعلها آخر ساعات اليهود في فلسطين يا الله يا كريم. اللهم دمر دولة يهود في فلسطين يا الله يا رحمن يا رحيم. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وقائدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.